بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. طيبوا أفواهكم بالصلاة على محمد وآل محمد. ثانية يرحمكم الله. ثالثة على حب الزهراء. صلي وسلم على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم، ونحن نجتمع في هذه الروضة الطاهرة، روضة الشهيد حسين شرف وزميله وأخيه في درب الحراك الشهيد قاسم محسن. أنا دائما أعتز وأتشرف بأن أكون متواجدا هنا في كل الختمات، وكذلك عندما نأتي إلى هنا ونشاهد هذه الوجوه التي التفت كحلقة حول قبر الشهيدين، هذا دليل كبير على حبهما الغير منقطع للشهادة والشهداء. شهداؤنا الأعزاء يجب أن يبقون كما عهدهم بنا نحن، أن لا نتخلى عن هذا الدرب، ويجب أن يكون التواصل مستمرا، يجب أن يكون لدينا تعزيزا لثقافة حب الشهداء، وكيف نثري هذه السوح بأسمائهم. الله سبحانه وتعالى يقول الشهداء مخلدون، إذن ما واجبنا نحن في هذا التخليد؟ واجبنا أن نستمر، أن نعطي من وقتنا ولو الشيء البسيط، لنكون متواجدين لنجدد العهد لهم. هم شهداء علينا، لسنا نحن الشهداء عليهم في كل تحركاتنا، بل هم الشهداء، هم شهداء علينا، وينظرون إلى تحركنا، وينظرون إلى كل ما نقوم به من عمل. هم أحياء عند ربهم يرزقون، أحياء. دائما هذه المقولة أو الحكمة الإلهية من جعل الشهداء أحياء عند ربهم يرزقون، ليعي البشر بأن الشهداء موجودين على قيد الحياة. اليوم أنا كنت في الجروب وكنت أطالع قصة جميلة، أعتقد نزلها ابن الشهيد حاج حسن الستري عن بنت أحد الشهداء الإيرانيين، لا أذكر اسمه حاليا، ولكن كان يعني عندما أعطوها ورقة من المدرسة، وجاءت بهذه الورقة ليوقعها والدها، وهي منكسة الرأس، من سيوقع لها هذه الورقة؟ وكانت والدتها غير متواجدة في المنزل، وأخوها الكبير غير متواجد في المنزل، وكانت مكسورة الخاطر هذه البنت الصغيرة، تقول من سيوقع لي هذه الورقة؟ ونامت على أمل أن يأتي أخوها ليوقع هذه الورقة للمدرسة وتعيدها للمدرسة، ورأت في المنام بأن والدها قد جاء وطلب منها ما أعطوها إياها المدرسة من هذه الورقة ليوقعها، وراحت يعني ذهبت لتأتي له بحبر وقلم ولم تجد القلم، فأخرج والدها قلم ووقعها بحبر أحمر. وتقول هذه الفتاة بأن هذا الحبر لا يوجد، من أين أتى به والدها هذا الحبر الأحمر؟ هذا في الحلم. وعندما جلست الصباح أخذت حقيبتها وذهبت للمدرسة، فتحت الحقيبة وإذا الورقة موقعة وبخط والدها وبحبر أحمر. استغربت، عرضت الورقة على، طبعا والدها شهيد، عرضت الورقة على المديرة، مديرة المدرسة. استغربت المديرة، رفعتها للقائد العام
القائد العام تحقق منها، وصلت إلى التحقيق حتى على مستوى الدول، واتضح فعلا أن من قام بتوقيع هذه الورقة واعتمدها والدها الشهيد. الشهداء أحياء يعني، وهذه ليست من الخيال، هذه القصة ليست من الخيال، هذه القصة في الحقيقة وموجودة، وليست من زمنا قديم، بل حديثة الآن، نتكلم عن وقتنا الحالي. لذلك الشهداء يعلمون وينظرون ويشاهدون كل تحركاتنا، لنكن صادقين معهم، لنكن يعني نمشي حسب ما كانوا هم يسيرون عليه. هؤلاء هم الشهداء الموجودين الآن. تقول بأن الشهيد انتهى دوره، لا، الشهيد لا ينتهي دوره، الشهيد يبقى مخلد. أنت خلدته أم لم تخلده، هو مخلد، ولكن يجب أن أتعاطى مع هذا التخليد. هكذا هم الشهداء أحياء وموجودين، ويلاحظون كل تحركاتنا، ويتمنون أن نسير في هذا النهج المبارك. أشكر كل الحضور الذين حضروا لهذا المكان، وأنقل لكم تحيات وسلام جميع عوائل شهداءنا الأبرار، من أمهات شهداء وزوجات شهداء وأخوات شهداء وأبناء وآباء الشهداء جميعا. هم كان بودهم أن يكونوا حضور في هذا اليوم، ولكن لتعدد الفعاليات تم توزيع المجموعات على الفعاليات الأخرى. السلام على شهداءنا الأبرار، السلام على آباء الشهداء، السلام على الأحرار، السلام على الحرائر، السلام على الشرفاء في كل مكان. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته.